بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يعني الظروف للأسف الشديد سمحتنا إن إحنا يعني نتواجد معك وجها لوجه، لكن إن شاء الله ربي ما يزيح الغمة ديت ويبقى في محاضرات مباشرة إن شاء الله، ونسعد بيك وأفضل يعني من تسجيل المحاضرات على الأونلاين. وبحب أطمنكم من أول محاضرة يعني إن شاء الله كله خير، ما تخافوش من المادة دي خالص. وانا اعتقد ان انا درست غالبيتكم بالتاكيد يعني في الكليه، سواء كنت في القسم العربي او القسم الانجليزي الى اخره، ويعني ما تخافوش يعني باختصار معايا. هو الكتاب عند الاخ سعد هناك موجود في المكتبه، ومعاه كتابين تانيين دول للشفوي عشان بس ما تتخضوش يعني، هما 3 كتب هينزلوا لكم هناك في المكتبه. اللي هيطلب منك في التحريري اللي هو الكتاب الخاص بالعلم بالوقائع، إنما كتاب القسم العام جريمة والعقوبة ده إن شاء الله لما توفقوا في التحرير تمتحنوا فيه الشفوي، ما تخافوش يعني في الشفوي ولا حاجة، ما يسقطش حد يعني إن شاء الله. يعني المقصود بالكتاب ده باختصار، أنتوا عارفين طبعا من سنة تانية إن في حاجة اسمها الركن المعنوي للجريمة، وعارفين الركن المعنوي له صورتين أساسيتين، إما القصد الجنائي وإما الخطأ غير العمدي. الفرق بينهم انتوا عارفينه طبعا من سنة تانية، ان في القصد الجنائي الجاني بيعلم بعناصر الجريمة وتتجه ارادته الى احداثها بما في ذلك النتيجة الاجرامية، انما الخطأ غير العمدي ارادة الجاني لا تتجه الى النتيجة الاجرامية، لكن هذه النتيجة تحدث لاهمال او تقصير او عدم احتراز من جانب الجاني، زي اللي بيطلق رصاصة في الهواء تعبيرا عن فرحته في مناسبة سعيدة فيستقر العيار الناري في قلب أحد المدعوين فيموت. هنا الشخص أطلق العيار الناري لكنه لم يرد الوفاة للمجني عليه لجريمة قتل خطأ مش قتل عام. إنما في القصد الجنائي بقى أنت تطلق عيارا ناريا على عدوك أخذا بالصقر بنية إزهاق روحه، يعني الإرادة تتجه للنتيجة اللي هي الوفاة، ده اسمه القتل العمد لأن في قصد جنائي في هذه الحالة. طبعا انتوا عارفين القصد الجنائي من سنة تانية برضو بيقوم على عنصرين أساسيين، العلم والإرادة. احنا مش هناخد الإرادة دي خالص، الموضوع طبعا خارج نطاق البحث، فنقتصر على العلم بقى. فالجاني لازم يعلم بالعناصر أو الوقائع التي تقوم عليها الجريمة. العناصر دي هنشرحها إن شاء الله في المحاضرة التانية بالتفصيل والمحاضرات القادمة، اللي هي باختصار كده العلم بخطورة السلوك، توقع النتيجة الإجرامية، توقع علاقة السببية. في بعض الجرائم يعني دي مش في كل الجرائم، المشرع ما بيكتفيش بال3 حاجات دول اللي هي السلوك والنتيجة وعلاقة السببية، في حاجة اسمها الشرط المفترض أو الشرط الأولي، ده في بعض الجرائم المشرع إذا تطلب في بعض الجرائم شرط مفترض أو شرط أولي لازم الجاني يعلم بيه، إذا لم يكن يعلم به يبقى القصد بينتفي ولا يسأل عن جريمة عمدية. يعني على سبيل المثال كده مبدئيا كده الإجهاض، جريمة الإجهاض فيها شرط مفترض اللي هو يلزم أن يكون المرأة حامل، فصفة الحمل دي شرط مفترض، فعشان تسأل سيادتك عن جريمة إجهاض لازم تعلم بأن المرأة حامل. لكن لو ضربت امرأة مثلا يعني وكانت حامل وكان الحمل في بدايته يعني مش ظاهر ثم تبين أنها حامل وتم إجهاضها، مش هتسأل عن جريمة إجهاض لأنك لم تكن تعلم بشرط أولي أو مفترض في الإجهاض وهو صفة الحمل. في جريمة السرقة لازم يتوافر شرط مفترض أن لازم يكون المال المنقول اللي أنت بتستولي عليه مملوك للغير، فملكية الغير للمال دي شرط مفترض، فلازم تعلم بأن المال ده مملوك للغير. لكن لو واحد مثلا يعني خد شيء اعتقادا بأنه ملكه هو ثم اتضح أنه مملوك للغير، هنا ينتفي القصد في جريمة السرقة لأنك كنت تجهل بشرط أولي وهو أن المال مملوك للغير، وهكذا يعني. لكن قبل ما نتكلم عن كل المسائل دي لازم نعرف الأول إيه هو العلم. يعني الفقه في كتب القسم العام يقول لك العلم والإرادة، لكن ما بيعرفوش العلم. ايه هو المدلول الجنائي للعلم بقى ده؟ عايزين نعرفه النهارده في هذه المحاضره. لما نتكلم عن المدلول الجنائي للعلم هنتكلم عن نقاط معينه. اول حاجه هنحدد ايه المقصود بالعلم، وبعدين العلم بينقسم الى درجات، في حاجه اسمها العلم اليقيني وفي حاجه اسمها العلم المحتمل او الممكن،
كل ده هشرحه إن شاء الله. في حاجة اسمها مستوى العلم، يعني لما بنيجي نقص علم الجاني بعناصر الجريمة، هل بناخد بالمستوى الفطري اللي هو المألوف عند الناس كافة، ولا بناخد بالمستوى العلمي اللي هو الذي لا يتوافر إلا عند أهل الخبرة أو التخصص؟ كل ده هبينه حالا. هناخد برضو حاجة اسمها إثبات العلم، يعني مين اللي بيثبت علم الجاني بعناصر الجريمة؟ طبعا أصل البراءة ده أصل دستوري، فالأصل في الإنسان البراءة والبينة أو الإثبات على من يدعي العكس، يبقى النيابة العامة هي المكلفة بعيب الإثبات، إلا في جريمتين هتكلم عنهم بالتفصيل لمحكمة النقد موقف غريب شوية فيهم، اللي هما جريمة الزنا وجريمة هتك العرض بدون قوة أو تهديد. هنتعرض للأحكام دي إن شاء الله ونعلق عليها ونشوف رأينا إيه في الأحكام دي، لأن في الجريمتين دول بالذات المحكمة افترضت العلم بقى، ما طبقتش أصل البراءة، ده خروج على المبدأ الدستوري اللي قلته من شوية اللي هو أصل البراءة، لأن الدستور بينص على كده. ورجعت باب الحريات والحقوق العامة باب دستور 2014، أي دستور حتى قبل كده أصل البراءة ده أصل دستوري، يعني الإنسان بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها كافة ضمانات الدفاع عن نفسه. هي في الجريمتين دول عكست الآية بقى، بتفترض علمه بأن المرأة التي يزني بها متزوجة، وتفترض العلم بالنسبة لهتك العرض بأن الفتاة أو المجني عليه عموما قاصر، إلى أن يثبت هو بقى العكس للأسف الشديد، أن هناك ظروفا استثنائية أو أسباب قهرية حالت بينه وبين الوقوف على الحقيقة. هنناقش القضاء ده بعد شوية وهنشوف وجه القصور فيه. آخر حاجة في التعريف بالعلم، هنعرف بقى معيار العلم بقى، هل بناخد بمعيار ذاتي يعني وفق ما دار في ذهن الجاني نفسه وقت ارتكاب الجريمة، ولا بمعيار موضوعي اللي هو مسلك الشخص المعتاد؟ هنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل. أول نقطة هنعرفها النهاردة إيه المقصود بالعلم. كلمة العلم زي ما قلت من شوية، محدش للأسف في الفقه بيجهد نفسه في التعريف بالعلم. إيه هو العلم؟ هو لازم نعرف إيه المقصود بالعلم ده. العلم باختصار شديد هو تصور الأشياء على نحو مطابق للواقع، أو إدراك الحقيقة الواقعية كما هي في حالة في عالم الواقع في ذهن الجاني نفسه، يعني في تطابق بين الحالة الواقعية للشيء وما دار في ذهن الجاني، أو تصور الأشياء على وجه مطابق لحقيقتها كما بينت لك. طبعا الإنسان بيصل لهذه الدرجة من العلم بعناصر الجريمة عن طريق حواسه أو التجربة الحسية، يعني عن طريق اللمس، عن طريق العين، عن إلى آخره. فالإنسان بيكون صورة ذهنية لحقيقة الشيء كما هي في عالم الواقع. الإنسان قد تتوافر لديه فكرة عن العلم إما على نحو يقيني وإما على نحو محتمل. إذا كان العلم بعناصر الجريمة يقيني، وده هوضحها بعد شوية بالتفصيل، واتجهت إرادة سيادتك إلى إحداث العناصر دي بما فيها النتيجة، هنا يتوافر القصد المباشر. إنما لو العلم محتمل، يعني بين وبين كده، يعني مش مؤكد، واتجهت إرادتك إلى إحداث النتيجة مع قبول النتيجة في حالة حدوثها، ده بيتوافر القصد الاحتمالي بقى، خد بالك. يبقى القصد الاحتمالي بيقوم على العلم المحتمل أو اتجاه الإرادة إلى النتيجة على نحو محتمل، ممكن تحدث وممكن ما تحدث، فيستمر في السلوك الإجرامي قابلا حدوث النتيجة، يستوي أن تحدث أو لا تحدث، مرحبا بحدوث النتيجة. هنا يسأل الجاني عن جريمة عمدية على أساس القصد الاحتمال، لكن القصد المباشر لازم يكون العلم يقيني على نحو لا يداخله الشك في تحقق عناصر الجريمة، فيش أي شك بيدور في ذهن الجاني، ده اسمه القصد المباشر. زي من يوجه طعنة قاتلة في قلب المجني عليه وهو يعلم على نحو يقيني أن هذه الطعنة سوف تؤدي إلى إزهاق روحه، هنا يسأل عن قتل عمد على أساس القصد المباشر. يبقى كان العلم زي ما قلت لك هو تصور الأشياء على وجه مطابق لحقيقتها، أو حصول صورة الشيء في الذهن كما هي في عالم الواقع، وده بيكون عن طريق التجربة الحسية. إنسان بيشبه حاجاته عن طريق تجربة الحسية، فيتوافر العلم بشيء إما على نحو يقيني وإما على نحو محتمل أو ممكن كما بينت لك. أما باجي بقى أقيس العلم، هل بناخد بمستوى الفطري
يعني في مستوى فطري وفي مستوى علمي، وطبعا ده مهم جدا، لان لو خدت بالمستوى الفطري ياخد بالمعنى المألوف في البيئة اللي انت عايش فيها، لكن لما باخد بالمستوى العلمي يبقى انا هقصر العلم على المتخصصين اهل الخبرة او التخصص. الواقع بدون الدخول في جدل ان العلم المطلوب لتوافر القصد طبعا لو توافرت الارادة هو المستوى الفطري، يعني وفقا لمدلول الشيء وفقا للبيئة اللي سيادتك عايش فيها. لان لو خدنا بالمستوى العلمي او المستوى التخصص ده يبقى انا هضيق من نطاق القصد الجنائي بدرجة خطيرة، لان من يتوافر لديه القصد الجنائي يكون مقصور على اهل الخبرة اهل الفن، فن مش اللي هم الفنانين اللي بيمثلوا وبرؤوسوا، لا الفن اللي هم اهل التخصص او الخبرة الى اخره. يعني على سبيل المثال لما باجي اعلم بان المال مملوك للغير في جريمة السرقة العبرة بالمستوى الفطري، مش بقى وفقا للمستوى بتاع الاهل الخبرة، يعني لازم تطلع على سند الملكية وان لا دي مسائل مش بقى. او الفعل الفاضح العلني مثلا، فالعبرة بانك لازم يكفي ان تعلم ان الفعل ده مخل بالحياة بالشعور بالحياة العام، لكن مش المطلوب ان تعلم بهذه الصفة في الفعل بتاع سيادتك وفقا لمفهوم الاخلال بالحياة العام في الفعل الفاضح وفقا لدى علماء الاجتماع مثلا. دي لو خدنا بالمعنى العلمي ده يبقى كل من يتوافر لديه القصد لازم يكون متخصص وذو خبرة في المسألة دي، ده هيضيق من نطاق القصد الجنائي بصورة خطيرة جدا، ده هيقضي تماما على غالبية نصوص التشريع بالشلل، ومن هنا تفوت الغاية والحكمة من إصدار القوانين العقابية. بتوافر المستوى الفطري ده مش أهل العلم زي ما قلت لك، لو اقترن ذلك بالإرادة يبقى خلاص بيتوافر القصد في مسلك سيادتك، سواء اتخذ صورة القصد المباشر أو اتخذ صورة القصد الاحتمال. في بقى حاجة اسمها درجات العلم. العلم زي ما قلت لك من شوية بينقسم إلى علم يقيني وإلى علم محتمل. العلم اليقيني ده أساس القصد المباشر، العلم المحتمل أساس القصد الاحتمال. يبقى العملية النفسية اللي بيمر بها الجاني في القصد المباشر غير العملية النفسية اللي بيمر بها الجاني في القصد الاحتمال. في القصد المباشر الجاني يعلم علم يقيني بعناصر الواقع الإجرامية على نحو لا يداخله الشك في حدوثها، يعني خلاص. وده بيتوفر في حالتين لو انت فاكر الحاجات دي في سنة تانية في القسم العام، يعني اذا اتخذ الجاني من النتيجة غرضا وحيدا له، يعني الغرض الوحيد من سلوكه الإجرامي هو النتيجة الإجرامية، هنا علم في علم يقيني. مثل من يطلق على عدوه عيارا ناريا في موضع قاتل زي القلب أو الرأس مثلا ويتخذ من الوفاة غرضا وحيدا، هنا يسأل عن قتل عمد على أساس القصد المباشر. لكن في حالة تانية للأسف الفقه ما بيهتمش بيها، بيتوافر فيها القصد المباشر أيضا. إيه هي بقى الحالة التانية دي؟ إذا اتجهت إرادة الجاني إلى غرض معين لكن هذا الغرض الوصول إليه مرتبط على نحو لا يقبل التجزئة بنتيجة غير مشروعة، إذا تحققت هذه النتيجة غير المشروعة الجاني هيسأل عنها على أساس القصد المباشر. عشان أوضح الكلام ده هديك مثال، هقول تاني إرادة الجاني يبقى القصد المباشر بيتوافر في حالتين، إذا اتجهت إرادة الجاني على نحو يقيني واتخذت من هذه النتيجة غرضا وحيدا من سلوك الجاني يتوافر القصد المباشر. زي من يطلق على عدو رصاصة قاتلة ويكون غرضه الوحيد من هذا السلوك هو وفاة المجني عليه في قتل عمد على أساس القصد المباشر. لكن الحالة الثانية بقى إرادة الجاني بتتجه إلى سلوك معين تحقيقا لغرض معين، بس هذا الغرض الوصول إليه مرتبط، خليك بقى معايا كويس، على نحو لا يقبل التجزئة بنتيجة غير مشروعة سوف تحدث حتما لا محالة. لو تحققت هذه النتيجة غير المشروعة الجاني هيسأل عن جريمة عمدية على أساس القصد المباشر. إيه زي إيه بياخد بالك معايا؟ الشخص الذي يمتلك طائرة خاصة نقل الركاب، دي موجودة يعني إحنا في مصر هنا أكثر ما تتمنى أن يكون عندك عربية صغيرة ولا حاجة، لكن في هناك في أمريكا وأوروبا وكده عندهم طائرات خاصة نقل الركاب. الطائرات الخاصة دي مؤمن عليها بمبالغ كبيرة جدا بالملايين طبعا التأمين. هو حط جهاز ناسف بقى على طائرته حتى تنفجر وهي في الجو، وكان غرضه هو الحصول على مبلغ التأمين، ماشي. بس انفجار الطائرة في الجو هيترتب عليه حتما لا محالة نتيجة غير مشروعة اللي هي وفاة الركاب،
واحد يقول لي ما فيش ركاب في طاقم الطائرة هيموتوا بالتأكيد. يبقى في غرض انت عايزه اللي هو المبلغ التأمين، لكن ده مرتبط على نحو لا يقبل التجزئة بنتيجة غير مشروعة اللي هي وفاة الركاب. انت هتسأل في هذه الحالة عن جريمة قتل الركاب عمدا على أساس القصد المباشر، حتى لو كنت عازفا عن موتهم، حتى لو كنت تأمل في عدم موتهم. ليش تقول القاضي بقى والله ده انا كنت نفسي بدعي ربنا ما يموتوش؟ لا، ارتباط الذي لا يقبل التجزئة ده بين النتيجة اللي حصلت اللي هي وفاة الركاب والغرض اللي انت كنت عايزه اللي هو الحصول على مبلغ التأمين، يجعل من مسؤوليتك عن قتل الركاب عمدا تسأل على أساس القصد المباشر. إنما العلم المحتمل أو الممكن ده معيار القصد الاحتمال. أنت ترتكب سلوكا إجراميا وتعلم بعناصر الجريمة وتتجه إرادتك إلى إحداث النتيجة، بس النتيجة ممكن تحدث أو لا تحدث، مش يقيني بقى. لو تحققت النتيجة هتسأل عن قتل عمد على أساس القصد الاحتمالي. لو أنت رحبت بحدوث هذه النتيجة، قبلت النتيجة، يستوي أن تحدث أو لا تحدث. زي إيه؟ خد بالك معايا بقى، زي من يخطف طفل ويقوم بتشويه جسمه ويعد له التسول. يعني احنا بنلاقي ساعات كده بعض الأطفال الصغار في إشارات المرور بيتسولوا وبيكون جسمهم ده مشوه في بعض الأحيان لاستعطاف الناس يعني. فساعات ده بيكون عصابات بتخطف الأطفال وتعمل فيهم مثل هذا التسول أو هذا التشويه الجسدي ده. لما بتيجي تشوه بقى طفل، أليس هناك احتمال أن تحدث مضاعفات للطفل فيموت؟ طبعا في احتمال، بس مش مؤكد، بدليل ان احنا بنشوف اطفال مشوهين ما ماتوش اهو. يبقى حدوث النتيجه هنا امر محتمل مش يقيني، ياخد بالك. بس انت بتستمر في عمليه التشويه وهناك احتمال ان يموت. اذا مات الطفل في هذا المثال هتسال عن قتل عمد برضه، بس على اساس القصد الاحتمال. او زي اللي بيعتدي على طفله صغيره فتموت الطفله، في احتمال ان تموت. طب لو الطفلة ماتت هتسأل عن قتل عمد على أساس القصد الاحتمال. يبقى الاحتمال أو الإمكان هو معيار القصد الاحتمال. طبعا هو في النهاية ما فيش فرق بين القصد المباشر والقصد الاحتمال، لأن الاثنين أصل عام للمسؤولية العمدية. يعني أنا ممكن أسأل عن قتل عمد على أساس القصد المباشر، ممكن أسأل عن قتل عمد على أساس القصد الاحتمال، جريمة السرقة وهكذا. بس الفرق بينهم العملية النفسية اللي بيمر بها الجاني هنا غير العملية النفسية اللي بيمر بها الجاني هنا. طبعا في حالة بقى عايز أشير لها وهي كده مش موجودة في الكتاب، ممكن تختلط بالقصد الاحتمال اللي احنا بنسميها الخطأ الواعي. ده صورة من صور الخطأ غير العمدي، مش قصد جنائي خالص، المسؤولية هنا غير عمدية مش عمدية. ايه بقى الخطأ الواعي ده؟ خد بالك، برضو انت تتوقع النتيجة الإجرامية على نحو محتمل زي القصد المباشر بالضبط، بس انت ما بتقبلش النتيجة دي، انت بتعتمد على مهارتك في تجنب النتيجة. وانت لو قبلت النتيجة ورحبت بيها يبقى في قصد احتمال، انت هنا تعتمد على مهارتك في تجنب النتيجة. طب لو النتيجة حدثت مش هتسأل عن قتل عمد او قصد جنائي، تسأل عن جريمة غير عمدية. انتوا عارفين الجرائم غير العمدية دي لا عقاب عليها إلا بالنص، خد بالك. و99% من الجرائم عمدية، لكن في جرائم المشرع بيعاقب عليها على أساس العمد والإهمال في نفس الوقت، زي القتل كده، في قتل عمد وفي قتل خطأ، زي الحريق وهكذا. زي إيه بقى الخطأ الواعي ده؟ في شم النسيم انتوا عارفين يعني الناس لسه حتى الآن بتروح القناطر الخيرية وبيركبوا المركب من عند مبنى التلفزيون وهكذا. فبيجي المراكب بقى في اليوم ده عنده مركب حملتها 100 فرد مثلا، يقول لك لا ده يوم مفترج، يحط لك فيها 500 ألف. طبعا هناك احتمال أن تغرق المركب وهو يتوقع ذلك، بس هو ما بيقبلش موت الركاب لو المركب تغرق، هو بيعتمد على مهارته في إنقاذ المركب. طب لو المركب بقى غرقت رغم كده هيسأل عن قتل خطأ مش عن قتل عمد. واحد طبعا هيسأل يقول بنعرف إزاي يعني هو بيقبل ولا ما يقبلش؟ دي عملية إثبات في النهاية، احنا مديك المبادئ القانونية. ده لن تخرج العملية في النهاية عن مباراة في القانون بين سيادتك وبين محاميك طبعا بالتأكيد، وبين ممثل الادعاء اللي هي النيابة العامة، والقول الفصل في النهاية لمحكمة الموضوع اللي بتفصل في القضية، هي اللي بتقول بقى في قبول للنتيجة ولا في اعتماد على المهارة. كل ده متروك لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقد ما دام الاستنتاج سائغا يتفق مع العقل والمنطق. يبقى كأن في درجتين للعلم، في حاجة اسمها العلم اليقيني وفي حاجة اسمها العلم المحتمل أو الممكن كما بينت لك. وكان في رأي في الفقه يعني
تقول لك العلم لا يقبل التدرج، العلم حالة ساكنة. طبعا الكلام ده مش منطقي. قال لك العلم دائما لازم يكون يقيني، لأن هذا الرأي نفسه هو الذي سلم بأن الإرادة تستقي مادتها من العلم. يعني العلم هو المصدر الذي تتزود منه الإرادة. طيب إذا كانت الإرادة تقبل التدرج، يعني اتجاه الإرادة إلى النتيجة على نحو يقيني أو محتمل، فكذلك المصدر، يعني المصدر نفسه ما دام هي تستقي منه المادة بتاعتها واللي هو المصدر للإرادة، والإرادة تقبل التدرج إلى إرادة مؤكدة للنتيجة أو محتملة، فكذلك العلم باعتباره مصدر الإرادة، فكما تقبل الإرادة التدرج أيضا العلم بيقبل التدرج إلى علم يقيني أو محتمل. طيب بسأل بقى سؤال بقى، إثبات العلم، إثبات العلم، خد بالك الأصل البراءة ده أصل دستوري، أنتوا عارفين طبعا أن الأصل في الإنسان البراءة، والإنسان بيولد طبعا منذ البداية طفل صغير عندهش أي التزامات ولا أي ولا ذمته مكلفة بشيء، ولا يعني أصل البراءة ده أصل دستوري. لما واحد بقى يدعي العكس طبعا عليه الإثبات، البينة على من ادعى. في الناحية الجنائية النيابة العامة عندما تسند لسيادة الجريمة معينة وتحرك الدعوة الجنائية عنها والقضية تروح المحكمة، النيابة العامة مكلفة بعبء الإثبات لأن الأصل في سيادتك البراءة، والنيابة العامة تثبت بكافة طرق الإثبات في المواد الجنائية عملا بقاعدة حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته. يعني القاضي الجنائي غير القاضي المدني، القاضي المدني مقيد في الإثبات بوسائل معينة بالكتابة أو ما يعادلها إذا كانت قيمة الالتزام تزيد عن مبلغ معين إلى آخره، لكن الجنائي الأصل هو حرية الإثبات في المواد الجنائية. في بعض المسائل القاضي فيها مقيد في الجنائي، زي ما جريمة الزنا مشرع قيد الإثبات فيها لأنها جريمة خطيرة جدا الجريمة دي بالذات، ففي وسائل محددة زي الاعتراف والمكاتيب والأوراق إلى آخره. لكن القاعدة الأصل ده مش للأسف الشديد محكمة النقد المصرية عندنا في أحكام قديمة لها شوية يمكن في بداية القرن الماضي، وأعتقد أنها لا تزال مستمرة، في جريمتين خرجت على الأصل ده وأعفت النيابة العامة من عيب الإثبات. فافترض الجريمتين دول هم إيه بقى؟ جريمة الاشتراك في زنا الزوجة، خد بالك يعني الزوجة لما سيادتك بتزني معاها وهي متزوجة هي فاعلة في جريمة زنا الزوج، الزوجة، وأنت شريك معها في جريمة الزنا. وفي جريمة اسمها هتك العرض بدون قوة أو تهديد، دي خاصة بحالة الفتاة أو الفتى اللي انت بتهتك، خد بالك هتك العرض غير الاغتصاب، الاغتصاب لا يقع إلا على أنثى، لكن هتك العرض ممكن يقع على رجل أو امرأة لأنك انت بتمس عورة في هتك العرض، لكن الاغتصاب لا، الاغتصاب جنسي لازم يقع من رجل على امرأة، تاخد بالك. كم النقد المصرية بقى قالت لك في جريمة الاشتراك في زنا الزوجة وهتك العرض بدون قوة أو تهديد أعفت النيابة العامة من عيب الإثبات. المفروض النيابة العامة تثبت أنك كنت تعلم بأن المرأة التي تعاشرها متزوجة، وتثبت أيضا النيابة العامة أن الفتاة اللي انت كنت بتهتك عرضها مثلا في حالة قصر، قصر يعني لم تبلغ 18 سنة اللي هو سن الرشد الجنائي، ده غير سن الرشد المدني، خد بالك مدني 21 سنة اللي هو تصرف في الأموال، ده لازم تكون بالغ سن الرشد المدني اللي هو 21 عاما، لكن الأهلية الجنائية تتوافر عند سيادتك إذا بلغت 18 سنة، تاخد بالك. النيابة العامة في الجريمتين دول للأسف محكمة النقد عكست الآية بقى، ما قالتش النيابة العامة تثبت علم الجاني بأن المرأة اللي انت سيادتك بتعاشرها جنسيا دي متزوجة، افترضت علمك بأنها متزوجة، وفي حالة هتك العرض بدون قوة أو تهديد للأسف الشديد محكمة النقد افترضت علم الجاني بأن الفتاة أو الفتى اللي انت بتهتك عرضه قاصر، يعني لم يبلغ 18 سنة. طيب يا سيدي ماشي، نمشي مع محكمة النقد. المفروض بقى محكمة النقد هنا تعطي للمتهم أن يثبت عكس هذا الافتراض بكافة طرق الإثبات. يعني ماشي احنا بنعفي النيابة العامة، هو مش مقبول طبعا لأن ده عكس أصل البراءة، ومع ذلك المحكمة وصلت بالقسوة إلى القمة بأنها لم تعطي المتهم فرصة أن ينفي علمه بزواج من زنى بها أو علم الجاني في هتك العرض بدون قوة أو تهديد بحالة القصر
بل تطلبت من سيادته أن يثبت، مش أي دليل كمان يقدمه، أن هناك ظروفا استثنائية أو أسبابا قهرية حالت بينه وبين الوقوف على الحقيقة. يعني إيه الوقوف على الحقيقة؟ يعني ما كانش يعرف إنها زوجة، أو ما كانش يعرف إن الفتى أو الفتاة قاصر لم يبلغ 18. كلام ده طبعا لما تيجي فكر فيه جيدا هذا القضاء تلاقي محل نظر، محل نقد شديد جدا ولا يمكن قبول لأسباب كثيرة جدا. أول حاجة إن فيه خروج على القواعد العامة في القصد الجنائي، ما فيش شك. إحنا قلنا من شوية في المقدمة إن القصد الجنائي بيقوم على عنصر العلم، وقلنا العلم بيتكون من حاجات معينة، العلم بخطورة السلوك، توقع النتيجة، توقع علاقة السببية. وفي بعض الجرائم زي ما قلت لك في البداية لابد فيها من شرط مفترض، أهو الجريمتين دول لابد فيهم من شرط مفترض. الشرط المفترض في جريمة الاشتراك في دين الزوجة إن لازم تكون المرأة متزوجة، فالزواج ده شرط مفترض في جريمة الزنا. يعني لو في اتنين أقاموا علاقة جنسية غير مشروعة طبعا بالتأكيد وكانوا بالغين ولم يكونا متزوجين وبرضاهما، ما فيش جريمة في القانون، قانون مصر لا يعاقب على مثل هذه الأفعال، ده حرية جنسية للأسف الشديد يعني، تاخد بالك. وكذلك في هتك العرض، يعني لو في فتاة مثلا سمحت لشاب وكان بالغين بس غير متزوجين طبعا، حتى لو متجوزين، بأن يمس إحدى عورتها ما فيش جريمة هتك عرض ما داموا بالغين سن الرشد اللي هو 18 سنة. الكلام اللي قالته محكمة النقد ده فيه خروج على القواعد العامة في القصد الجنائي، لأن احنا قلنا لازم تعلم بالشرط المفترض، هنا فرضت العلم اهو، يبقى هي خلفت قواعد القصد الجنائي. أضف إلى ذلك إن فيه خروج على الإثبات الجنائي كمان. ليه؟ ركز معايا خد بالك. احنا قلنا الأصل في الإنسان البراءة، وعلى من يدعي العكس اللي هي النيابة عبء الإثبات. هي أعفت النيابة العامة من سلطة من عبء إثبات علم المتهم بحالة القصر أو بأن الزوجة أو المرأة التي يعاشرها متزوجة. الكلام ده خطير جدا ويترتب عليه كلام في غاية الخطورة. أول الانتقادات، وفي بعض الفقه المصري للأسف أيد القضاء ده وقال لك أنه منطقي. ليه؟ قال لك لأن الزواج حالة القانون بيكفل فيها الإشهار والعلانية، يعني وثيقة جواز ومأذن وحفلات وزغاريت والناس تقعد، الناس بقى قال لك بقى بعد كل العلانية دي يفترض علم الواحد إن دي متجوزة. وكذلك أيضا حالة القصر، قال لك القانون بيكفل الإشهار لأن كل واحد له شهادة ميلاد وبتاع، والإنسان اللي المفروض يبقى الكلام ده طبعا لو فكرت فيه كلام في غاية الخطورة وينتوي على تصور غير مقبول. يعني أولا هيصير مشاكل كتيرة هذا الزواج، لا هذا الرأي أنا آسف. حتة الإشهار أو حتة الناس بتبقى عاملة حفلات والناس كزغرت ومأزون وبتاع، طيب ماذا عن الزواج العرفي بقى اللي بيتم في السر؟ ده زواج صحيح، هو المقصود بالمأزون الإشهار، لكن أحيانا الواحد بيتجوز واحدة عرفيا وده عقد صحيح بدل في شهود، ويعني في أركان الرضا والشهود والكلام ده، أين هو الإشهار في الزواج العرفي في هذه الحالة؟ وبعدين لو تم إشهار الزواج في مدينة دي الإسكندرية مثلا وتمت عملية اللقاء غير المشروع ده في أسوان مثلا، بتاع أسوان اللي عايش ده عرف بالإشهار إزاي في مدينة أخرى بعيدة؟ يعني الزواج والمأذون والكلام ده، وهل مطلوب من الزوج في الحالة دي أن يطلب من المعاهد وثيقة الزوج يطلع عليها؟ يعني صعب جدا تقبل هذا القضاء. بالإضافة برضو إلى أن حيث شهادة الميلاد برضو تكفل العلم بالسن الحقيقية، ما في بعض الناس بنسموهم سواقط القيد، ما هو الحل بالنسبه له؟ يعني نسمع احنا زمان ما كانش حد بيعمل يروح مكتب الصحه ويعمل شهاده ميلاد، بيسموه سواقط القيد. وبعدين ده بيتعارض مع طبيعه النفس البشريه، يعني خاصه الجرائم الجنسيه بالذات. يعني هقولها بالبلد كده، ماذا يفعل شاب مثلا في سن المراهقه التقى بفتاه مثلا في احدى وسائل المواصلات العامه أو كان مسافرين اسكندريه وتصادف ان جلس بجوار بعضهما وظهرت امامه متدلله وكان نموها الجسماني يوحي بأنها تجاوزت حالة القصر اللي هي 18 سنة وطلبت منه إقامة علاقة غير مشروط، هل مطلوب من الشاب ده أنه يطلع على شهادة الميلاد بتاعتها؟ هل يروح الحي اللي هي ساكنة فيه ويسأل أهلها ويقول لهم النبي بنتكم بلغ السن ولا مش بلغ السن؟ يعني أنا أعتقد القضاء ده قضاء غير منطقي وغير مقبول تمام. أضف إلى ذلك بقى خد بالك أن محكمة النقد ما ادتش حتى للمتهم فرصة أن يثبت العكس بكافة طرق الإثبات.
تطلبت أن يقدم أن هناك ظروفا استثنائية أو أسباب قهرية. أولا المحكمة لن تبين لي ما هي الظروف الاستثنائية أو الأسباب القهرية التي حالت بينه وبين الوقوف على الحقيقة اللي هي المرأة المتزوجة اللي بيزني بها أو حالة القصر، لم تبين لي ما هو المقصود. يعني العبارة غامضة تثير كثير من المشاكل. خد بالك من اللي جاي ده. ثم أن الظروف الاستثنائية بقى اللي طلبتها محكمة النقض دي بتنفي الركن المعنوي كلية، مش القصد الجنائي بس، والحال أن الجرائم دي عمدية، يعني ما فيش حاجة اسمها هتك عرض غير عمدي، ما فيش حاجة اسمها الزنا غير عمدي، فإصارة فكرة الظروف الاستثنائية مش في محله. يعني ده بتنفي الركن المعنوي كلية بصورتي، والفرض ان دي جريمة عمدية، ما فيش حاجة اسمها هتك عرض غير عمدي، كل جرائم العرض جرائم عمدية، كل جرائم الاغتصاب جرائم عمدية وهكذا، وكذلك الزنا، كل دي جرائم عمدية لابد فيها من قصد جنائي. فمثل تطلب الظروف الاستثنائية، أضف إلى ذلك أن حتى المحكمة قالت أن الجرائم ده جرائم شائنة، اللي هي الجرائم هتك العرض وجريمة الاشتراك في الزنا والحاجات دي، دي النوع اسمه الجرائم الشائنة التي تتعارض مع الأخلاق، ودي المفروض بقى الجاني يعلم بيها. أولا ده تقسيم مش عارفينه حتى في كتب الفقه، لما أي طالب بيقرأ في القسم العام بلا تقسيمات الجرائم، يقول لك في جرائم مادية وجرائم مش عارف شكلية وسلوكية، في جرائم عمدية وجرائم غير عمدية، في جرائم وقتية وجرائم مستمرة. عمرنا ما شفنا أبدا واحد بيتكلم عن تقسيم الجرائم لجرائم شائنة وغير شائنة، ده تقسيم غير مألوف حتى في كتب الفقه، تاخد بالك. فدي مصطلحات غريبة علينا جت بيها محكمة النقض، لأن للأسف الشديد ده أمر منطقي لما هي خرجت على القواعد العامة وأعفت، كمان أعفت النيابة العامة من عيب الإثبات، وده بيتعارض مع أصل البراءة. كمان محكمة النقض جت تعليل غريب جدا، قالت لك كل من يقدم على مثل هذه الأفعال الشائنة، خد بالك بقى من اللي جاي ده، يكون قد أخطأ في التقدير فيتحمل المسؤولية. حتى المحكمة أخطأ في التقدير، فكلمة الخطأ يقصد بها الخطأ غير العمد، هنا مجرد الخطأ في حد ذاته لا يساوي العمد، والأصل أن الجرائم دي عمدية زي ما قلت لك. يعني كلمة الخطأ هنا يجب ألا يصار، لأن دي يوحي للقارئ أو الباحث أو الطالب أو إلى آخره بأن الجرائم دي يعاقب عليها على أساس الخطأ، لكن دي جرائم عمدية زي ما قلت لك، ما فيش هتك عرض غير عمدي، ما فيش زنا غير عمدي. فكلمة الإشارة إلى أن الجاني أخطأ في التقدير في السن الحقيقية في هتك العرض أو في حالة المرأة التي يعاشرها بأنها متزوجة، ده يساوي العمد، مش صحيح. أخطأ يعني خطأ غير عمدي، أهمل قصر، والإهمال أو التقصير ده معيار الخطأ غير العمدي، والحال أن الجرائم دي عمدية وليست غير عمدية كما بينت لك أكثر من مرة في هذه المحاضرة. طبعا محكمة النقض في فرنسا طبعا كالعادة وضعت الأمور في نصابها الصحيح، وفي هناك جريمة اسمها التغرير بالقاصر، التغرير بالقاصر اللي هي تساوي عندنا هتك العرض بدون قوة أو تهديد، بتفترض العلم هناك وتكلف النيابة العامة بإثبات علم الجاني بحالة القصر اللي هو برضو 18 سنة في فرنسا. الآخر حاجة هناخدها في المحاضرة دي اللي هي معيار العلم، اللي انتوا عارفين طبعا من سنة تانية المفروض يعني يكونوا عندكم فكرة عن القسم العام، وأرجوكم تقروا القسم العام كويس، وأنا هتمقرر لكم القسم العام في الشافوي، فخدوه بجدية شوية، لأن هو تكوينك القانوني مقترن بالقسم العام بالذات، يعني هو أهم حاجة بتكون الثقافة القانونية عند الطالب هي النظرية العامة للجريمة والعقوبة. تعرفين من سنة تانية أن القصد الجنائي بيقدر وفق معيار ذاتي، معيار شخصي، يعني وفق ما دار في ذهن الجاني نفسه وقت ارتكاب الجريمة، والخطأ غير العمدي بيقدر وفق معيار موضوعي احنا بنسميه معيار الشخص المعتاد، مسلك الشخص المعتاد. الشخص المعتاد ده ما اسموش الشخص وابوه اسم المعتاد، لا ده شخص افتراضي، يعني ده قاضي بيتخيل الشخص ده في مثل ظروف المتهم، يعني من حيث السن، من حيث الثقافة، من حيث ظروف ارتكاب الجريمة، وقت ارتكاب الجريمة، ما كان حالة الظلام، ولا يعني القاضي بيتخيل ان فيه شخص معتاد، حتى بنسميه كده، لا هو اكثر الناس حرصا ولا أقلهم إهمالاً أو أشدهم إهمالاً، أو بيسميه رب الأسرة الحريص المعتاد، تاخد بالك. فهل يقدر العلم وفق معيار ذاتي ولا وفق معيار موضوعي اللي هو مسلك الشخص المعتاد؟ طبعاً القصد الجنائي بيقدر وفق معيار ذاتي،
يعني لما باجي أقدر هل في جريمة عمدية ولا ما فيش جريمة عمدية، باخد وفق ما دار في ذهن الجاني نفسه وقت ارتكاب السلوك الإجرام. طب لما كان العلم أحد عنصري القصد، يبقى أيضا لازم يقدر وفق معيار ذاتي، لأن العلم أحد عنصري القصد، والقصد يقدر وفق معيار شخصي أو ذاتي. فكذلك العلم ما بقدروش وفق معيار الشخص المعتاد. لكن برضو الجريمتين اللي أنا قلتهم من شوية، لهتك العرض بدون قوة أو تهديد، والاشتراك في زنا الزوجة، للأسف لما محكمة النقد قالت فإن أخطأ في التقدير، تكلمت عن الظروف الاستثنائية أو الأسباب القهرية التي يجب أن يقدمها الجاني ويثبت أنها حالة بينه وبين الوقوف على الحقيقة. الحقيقة اللي هي إيه بقى؟ بأن المرأة التي يعاشرها متزوجة، وأن الفتاة أو الفتى الذي يهتك عرضه لم يبلغ حالة القصر. طبعا لو خدنا العبارتين دول هنلاقيهم في الجريمتين دول، للأسف خدت بمعيار موضوعي، خدت بمعيار موضوع اللي هو مسلك الشخص المعتاد. طبعا ده كله خروج على القواعد العامة في القصد الجنائي اللي يجب أن يقدر وفقه. طبعا النقد اللي أنا قلته في الإثبات بيغني عن النقد بالنسبة للمعيار، لأن طبعا كل ده للأسف الشديد كان خطأ، نتيجة خطأ بدائي ارتكبته المحكمة لما أعفت النيابة العامة من عبء الإثبات. دي محاضرة مبسطة يا شباب هي تليكوا النهاردة، وهي دسمة شوية، وأرجو أن أنتوا تبطلوا الهوامش اللي في الكتاب لأنها مفيدة جدا. أنا هكتفي بالمحاضرة دي حتى يعني نلغي محاضرة الأسبوع اللي فات خالص عشان ما تتخضوش، لأن أنا وصلت لصفحة تقريبا 46 هوت، ما تخافوش، أو أكتر من 46 كمان، ده يمكن 49، لكن يعني هو الجزء بس ده فلسفي شوية، لكن إن شاء الله من المرة الجاية هتلاقي العملية بقى فيها بساطة. احنا اجازة نص السنة من الاسبوع الجاي، هنسجل لكم بقى بعد الاجازة اللهم الا اذا ربنا فرج الدنيا شوية وبقت في محاضرات، يفضل تماما لو في محاضرات هعد لكم المحاضرة دي تاني في القاعة، لكن لو ما فيش هنستخدم بقى الاونلاين لحد ما تزاح الغمة ان شاء الله عن هذا الوطن العزيز. اشكركم ان شاء الله، تحياتي والى اللقاء.